بالنسبة للشيخ صدر حال بودلي معروف على الصعيد الوطني وحنا الصعيد العربي بالكرامات ديالو وبالهيبات ديالو. هو من مواليد 890 هجرية، جاء من قبائل الصحراء من ثمدرج وتسلمت في مراكش على الشيخ سيدي عبد العزيز التباع. ومن بعدها اللي خدا المشيخة زار السيد رحل اللي هي آنذاك كانت تسمى بلدة أنمي اللي كانوا كيقتنوها اليهود، واستوطن بأنمي، ومن بعد تكون الزاوية ديالو ولات البلاد كتحمل اسم الشيخ سيد رحل هاد الزاوية اللي هي خدات واحد الشهرة كبيرة في آنذاك بحكم التعليم في ميدان تعليم الفقه، في الميدان الديني، في الميدان بندو على يدو عدة مشايخ اللي من بينهم الحفدة ديالو الشيخ بويا عمار والشيخ سيدي عبد الرحمن والشيخ سيدي أحمد، والمشايخ اللي دافين الزاوية ديالو الشيخ سيد المامون والشيخ سيدي عبد القادر والشيخ سيدي أحمد بن طاهر. هذو كلهم مشايخ تلمدوا على يد الشيخ سيدي رحال البودلي وبقاو حتى توفوا وتدفنوا هنا بالزاويه الرحاليه. والسلاله ديالو كتكون من ثلاثه الدواوير اللي هما دوار طبيبعه ودوار سيد المامون ودوار سيدي احمد بن طاهر، اللي هما كيكونوا هذه الجمعيه اللي كانت راسها انا اللي تاسست من 1997. هذه الجمعيه اللي حولت الاهداف ديالها وهي السهر على المناسبات الدينية والسهر على المناسبات الوطنية وتمثيل الشرفاء الجميع، وكذلك الهدف الأساسي والرئيسي هو الحفاظ على الإشعاع ديال هذه الزاوية واستقبال الزوار ديالها والمريدين في أحسن الظروف وتتبع ديال حمل هذا المشعل اللي طرقوا لنا جدنا الله يولي برحمة الله، اللي هو الزاوية تبقى زاوية مفتوحة للجميع تستضيف الجميع وكتقوم بالمهمة ديالها اللي هي تلاوة القرآن وتعليم الورد، تعليم الورد اللي ورثنا على درجتنا كالشيخ سيدي رحال البودلي، وتعليم الطريقة الرحالية بصفة عامة للموردين واللي عندهم رغبة باش يتعلموا. وسبق لنا باش ما نحافظوا على هذا المورد طبعنا في كتيب اللي هو كتاب حزب الشيخ سيدي رحال البودلي اللي كان وزعوا على بعض الموردين اللي عندهم رغبة باش يبقى هذا المورود الثقافي محافظين عليه ما يتلاشاش وما يضيعش. وشكرا. السيد رئيس، هل من طريقة لتدوين الطريقة الرحالية؟ هل من رغبة؟ نعم، هناك رغبة لتدوين الطريقة الرحالية رغم أنه جميع الطرق الصوفية كانت تتشابه، فالطريقة الرحالية ليست بفريدة من نوع الطرق الأخرى، ولكن الطريقة لأنه طريقة رحالية طريقة صوفية محضة مبسطة تنطلق من التعاليم الدينية. الركيزة الأساسية ديالها هي المذهب المالكي، يعني الأمور كلها لأنه كل شيء جاء عندنا في الورد ديال الشيخ سيدي رحال البودلي، وهو اللي كاين فسميتو عليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى وتصلية على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مجمل الذكر ديال الشيخ سيدي رحال البودلي هو تصلية على الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوات الصالحة لأمير المؤمنين الله ينصره الله يطول عمره.